السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا اليوم في مادة الماس ترانسفير أوبريشن ديفيوجن إن غازز هو الميكانيكية الثانية لانتشار ديفيوجن أوف سبيشيز A through نان ديفيوزين سبيشيز B. هذا الموضوع نأخذه في الجزء الأول من المحاضرة الثانية. هذه النوع من الميكانيكيات التي تحدث في انتشار المواد الغازية خلال الجو هو عبارة عن انتشار مادة من المواد موجودة ضمن خليط، سواء كان مادة واحدة، مادتين، ثلاث مواد فما أكثر، راح تنتشر في مادة أخرى. أما المادة الثانية التي ينتشر فيها المادة الأولى لا تنتشر المادة الثانية ضمن المادة الأولى. يعني معنى ذلك مادة تنتشر في مادة ما، أما تلك المادة لا تنتشر في المادة الأولى. اللاحظ اللي موجود هنا قدامنا عبارة عن تيوب، هذا التيوب مثلا يحتوي على ليكويد بنزين اللي موجود في أسفل التيوب، ومعرض هذا الليكويد بنزين معرض إلى الهواء اللي هو المادة B باعتبارها، أما الليكويد بنزين نعتبره المادة A. عند تعرض البنزين إلى الهواء راح يبدأ في عملية التبخر ويبدأ بالانتشار صعودا إلى الأعلى إلى الأير، وبعد ذلك راح يبدأ بالانتشار تدريجيا شيئا فشيئا. قبل الانتشار كان الضغط السطح اللي موجود على سطح السائل هو PA1، أما سطح التيوب هو PA2. عندنا بعد مرور الوقت وعند بدء الانتشار للمادة A راح يبدأ ارتفاع السائل ينخفض بسبب تبخر السائل عند تعرضه إلى الهواء. معنى ذلك بأنه البنزين راح يبدأ بالانتشار في الهواء، أما الهواء لا ينتشر في داخل البنزين. هذا هي انتشار السائل اللي هو البنزين ضمن الهواء، أما الهواء لا ينتشر ضمن البنزين. نرجع هسه ندرس كيفية حساب الفلكس اللي هي عدد المولات المادة المنتشرة على وحدة الزمن في وحدة مساحة. ندرس الميكانيكية هي حساب الـ NA، اللي موجود أمامكم. هذا هو الـ NA، مثل ما قلنا سابقا الـ NA هو الفلكس. شو راح نبدي ندرسه؟ عادة احنا الـ NA مثل ما قلنا بالأجزاء السابقة من المحاضرات هو عبارة عن عدد المولات المنتشرة للمادة على وحدة مساحة في وحدة زمن، اللي هو رأس أساس الاشتقاق يبدأ من قانون الفيكس لو. قمنا بدراسة الميكانيكية قانون الفيكس لو وتحصلنا على القانون أعلاه اللي موجود قدامكم. NA يساوينا حاصل جمع NA plus NB مضروب في PA على P total ناقص DAP على R في T dPa over dz. حسب خاصية هاي الميكانيكية، بما أنه قلنا المادة A هي فقط اللي تنتشر أما المادة B ما تنتشر، إذا قيمة الـ MB قيمتها تساوي صفر. وبالتالي راح يصبح القانون بالشكل التالي، نعوض عن قيمة الـ MB بالصفر، راح يصبح القانون بالشكل التالي:
NA يساوي NA PA over P total ناقص DAP على R في T مضروب في DPA over DZ. عندنا احنا نريد شنو؟ نريد نوجد قيمة الـ NA. نريد نوجد قيمة الـ NA. شو راح نسوي؟ راح variable separation لهذا الجزء، variable separation لهذا الجزء، نفصل DPA عن DZ. DZ نوديه للطرف الثاني من المعادلة، والDPA نبقي ثابت بمكانه. وراها راح نبدي نكامل حدود التكامل، حيكون ماتي من Z يساوي صفر، من Z يساوي صفر عندما الـ PA يساوي لنا PA واحد، ومن Z يساوي لنا L عندما الـ PA يساوي لنا PA اثنين. الـ Z هنا أقصد بها المسافة، هنا بدء الانتشار Z يساوي صفر إلى L اللي هي مسافة الانتشار للعمود. فراح نبدي نعوض حدود التكامل ونوجد قيمة الـ Z والـ PA. لاحظ هنا من كاملنا قيمة الـ NA حصلناها، قيمة الـ NA حصلناها DAP مضروب في P total على الـ RTZ لين حاصل قسمة P total ناقصا PA 2 على P total ناقصا PA 1. هذا القانون هنا اللي موجود هو القانون الأساسي، هذا هو القانون، هو القانون الأساسي لإلمن لحساب قيمة الفلكس، حساب قيمة الفلكس، قيمة الفلكس اللي أقصد بها عدد المولات المادة A على وحدة مساحة في زمن. لاحظ بي بأنه يحتوي هذا القانون على الـ DAP اللي هو ثابت الانتشار للمادة A في B، يحتوي على الـ R اللي هو الكونستانت أيضا، الـ T درجة الحرارة دائما تكون بالكلفن، والـ Z هي المسافة الانتشار. هنا هذا الشيء يحتوي، هذا الحد يحتوي على P total اللي هو الضغط الكلي، ويحتوي على PA1 اللي هو partial pressure للمادة A عند مصدر الانتشار، ويحتوي على PA2 اللي هي partial pressure مع المادة A عند قيمة Z، عند المسافة اللي هو دا يريدها. شوف ايش قد يريد مسافة، فهذا قيمة الـ PA1. هنا نقدر هذا القانون اللي موجود قدامنا على نقدر نحوله بصيغة ثانية، بصيغة ثانية تدعى باللوج المين partial pressure، نقدر نحوله إلى فشي لوج المين partial pressure، فتحول إلى القانون اللي اللحظة قدامنا اللي هو هذا القانون. هذا هو عبارة عن شنو؟ NA يساوينا DAP في Total Pressure على الـ RTZ مضروب في حاصل قسمة الـ PA1 ناقصا الـ PA2 على Log Mean Partial Pressure اللي هو PBM. هذا هو نفس القانون أعلاه الفوق ولكن بصيغة ثانية، خلوه بدلالة Log Mean Partial Pressure. انتو تقدرون تستخدمون القانون الأول، قانون بالأعلى، تقدرون تستخدمون هذا القانون الموجود ضمن المستطيل. اللوج المين partial pressure اللي هو PBM شلون أوجده؟ هذا يرتبط بالpartial pressure مع المادة B الغير المنتشرة اللي هو PB2 ناقصا PB1 على لين PB2 على PB1. هذا هو إيجاد قيمة اللوج المين partial pressure اللي هو PBM. فأنتم مخيرين تريدون توجدون الفلكس الـ NA باستخدام القانون الأول أو باستخدام القانون الثاني. هذا هو القانون الرئيسي في الميكانيكية الثانية من الانتشار في الغازات، في حالة إذا كانت المادة A تنتشر
ولكن في مادة ثانية، ولكن المادة الثانية ما تنتشر بالمادة الأولى. عندكم مثل ما قلنا سابقا وموضح بالمعادلة الأولى، موضح بالمعادلة الأولى، قلت لكم أنا في الشغلة بأنه البارشل بريشر، البارشل بريشر البي اي 2 هذا مرتبط ويا من؟ ويا الزت. مرتبط ويا من؟ ويا الزت. يعني البارشل بريشر بالحالة النهائية أو الحالة الثانية مرتبط ويا من؟ ويا المسافة اللي يمشيها. يعني البي اي 2 هاي الموجودة هنا هي اكو علاقة ويا من؟ ويا الزت. قيمتها متغيرة. البي اي 2 قيمتها متغيرة مع الزت. القانون كله اللي موجود اعلى هذا، القانون كله اللي موجود اعلى الدي، استمعوا لي، الدي اي بي والتوتال بريشر والار والتي والتوتال بريشر ايضا مرة ثانية اللي موجود هنا والبي اي واحد، هذا كلها ثوابت ما عدا نقدر نغيره، ما عدا نقدر نغيره هو الزت. اذا تغير الزت تتغير قيمة منو؟ تتغير قيمة البي اي 2، تتغير قيمة البي اي 2. اوكي، فاذا نخليه القانون، اذا نخلي القانون بصورة عامة، اذا نخلي القانون بصورة عامة راح يظهر لنا هذا القانون، راح يظهر هذا القانون. راح نخلي القانون بدل ما اقول بي اي 2 اللي موجود بالاعلى، راح اخليه بصورة عامة شقول بي اي وليس بي اي 2. هذا معناته هذا القانون اقدر استخدمه الموجود بالاسفل، هذا القانون اللي موجود بالاسفل اقدر استخدمه ال NA شو يساوي لنا؟ DAP في total pressure على ال RTZ مضروب في اللين حاصل قسمة ال P total ناقصا ال PA على ال P total ناقصا ال PA1. هذا القانون الموجود بالأسفل أقدر أستخدمه بأنه بأي قيمة للزت، بأي قيمة للزت أقدر أعوضها المسافة، أي مسافة اللي أنا أريدها اوجد قيمة الـ PA، اوجد قيمة الـ PA اللي هي الـ partial pressure للمادة A في ذلك المكان، في ذلك المكان. لأنه قيمة الـ NA، capital NA اللي هو الflux، هو معدل انتقال المولات، هو ثابت للسيستم الواحد بأي زمن كمعدل انتقال هو ثابت. ولهذا في حالة عندي آني معلوم كل شيء والان اي ايضا معلوم، اريد اوجد قيمة البارشل بريشر للمادة اي المنتشرة عند مسافة هالقد متر، كل شيء انا معلوم حتى الان اي معلوم مطلعها سابقا، فاعوض عن قيمة الزت، اعوض عن قيمة الزت باللي انا اريده، اقدر اطلع البارشل بريشر للمادة اي عند ذلك الزت، عند تلك المساحة، المسافة. اوكي، هذا هو قوانين الميكانيكية الثانية من انتشار الغازات. بس انتو خلوها ببالكم المعادلة اللي موجودة اللي حكينا عليها، المعادلة اللي حكينا عليها اللي هي هاي اخر شيء، اللي هي المعادلة العامة في حالة البارشل بريشر. ما نكتب بي اي 2، نكتب عليها فقط PA. هاي المعادلة فوق الأحمر، هاي خلوها ببالكم لأن راح نتحدث عنها بالسلايد الثاني، بس قبل ما بالسلايد الثالث العفو يعني، بس قبل ما أنتقل أكو عندنا homework. هذا homework هي لإيجاد الflux المول ترانسفير للمادة A في حالة الconcentration وليس في حالة البارشل بريشر. ال NA يساوي لنا التوتال كونستريشن مضروب في الدي اي بي على زت مضروب في حالة قسمة ال XA1 ناقصا ال XA2 على لوج المين كونستريشن XPM، وليس اللوج المين بارشل بريشر ال PBM، هنا XPM. اوكي طلاب،
طلاب، الرسم الموجود هنا قدامكم هذا الفيجر يمثل لكم شنو؟ يمثل لكم تطبيق للميكانيكية الثانية من انتشار الغازات، يمثل لكم تطبيق للمعادلة اللي قلت لكم بالسلايد اللي قبله، المعادلة العامة اللي هي راح نترك الـ PA2 راح نتركها على شكل الـ PA، وهاي الـ PA اللي هي معنى ذلك الـ partial pressure مال المادة A عند مسافة معينة اللي هو ده يطلبها. هاي الـ PA الحالة النهائية لمسافة معينة هي الـ partial pressure للمادة A النهائية، بس هاي الـ PA تتغير مع تغير المسافة، تتغير مع تغير المسافة. فالمعادلة اللي قلت لكم انتبهوا عليها اللي هي جنرال، في حالة إذا كانت الزيت متغيرة راح يتغير عندنا قيمة الـ PA. كل الثوابت الموجودة في تلك المعادلة هي ثوابت، حتى الـ NA، هو الـ NA الفلاكس هو ثابت للسيستم الواحد، هو ثابت للسيستم الواحد. فمعنى ذلك الـ NA ثابت، الـ DAP ثابت، الـ R ثابتة، الـ Temperature ثابت، التوتال بريشر ثابت، البي اي واحد ثابتة. اللي يتغير بتلك المعادلة هي قيمة الزت مع قيمة البي اي النهائية لذلك الزت. فنبدي شلون نرسم، راح او هو شي مثلكم اول مرة، هذا الرسم يمثل المسافة اللي هو قيمة الزت، هاي المسافة قيمة الزت مع البريشر، مع منو البريشر، البريشر الموجود من هالجهة وهاي الجهة. فنلاحظ بأنه أنا شو راح أسوي، شنو المتغير أو المجهول الموجود بتلك المعادلة، بأنه هي قيمة منو الزت، قيمة الزت مع قيمة الـ PA اللي قلناها جنرال. فراح أبدي أفرض للزت قيمة المن صفر، وأشرح أوجد، راح أوجد قيمة المن للـ PA. هاي الـ PA تمثل لكم هي الـ PA 2 لذلك الزت. أبدي أفرض قيم ثانية للزت، راح أوجد قيم جديدة المن للـ PA. لاحظ الرسم اللي موجود هنا شلون راح أبدي أرسم، لكل قيمة زت أكو PA، لكل قيمة زت أكو PA. فهنا راح نبدي هنا المفروض هنا قيمة الـ PA هو هذا البداية مالتنا، هاي البداية مالتنا، بس هنا العفو خطأ مكتوب PP1، خطأ مكتوب PP1، هو مو PP1، المفروض PA1، هذا PA1. طلاب نلاحظ البريشر يبدي ينزل، يبدي ينزل، لأنه قلنا دائما الكونسنتريشن مع المادة أي هو يكون بالبداية هو عالي، وكل ما يبدأ الانتشار يبدي ينخفض إلى أن يوصل إلى هاي النقطة. هاي النقطة هنا هذا هو هنا PA2 وليس PB2، صلحوها طلاب. هذا بالنسبة ومؤشر السهم بأنه قايل للـ PA، هذا نزول الكيرف اللي ينزل هو للـ PA. أوكي، الكيرف الثاني اللي أبدي أرسمه هو بالنسبة للـ PB، بالنسبة للـ PB. ألاحظ هذا الكيرف يبدي ينخفض إلى أن يوصل للجهة الثانية، يبدي يصعد، عفوا قيمتها منخفضة، ويبدي يصعد إلى أن يوصل إلى PB2. هنا أكو خطأ بأنه بالرسم، بأنه هذا حيكون هو هذا PB1 المفروض يكون، يبدي يصعد الـ PB إلى نحصل على شنو PB2. هنا مكتوب PA2، هذا خطأ، المفروض يكون هنا PB2. ومؤشر على السهم اللي هو يبدي من الأسفل ويبدي يصعد، مؤشر عليه هذا الـ PB. قيمة الـ PB الـ partial pressure للمادة B شلون نوجدها؟ انتو هنا مو وجدتوا قيمة الـ PA، مو وجدتوا قيمة الـ PA اللي هي مثل لكم PA2. كل PA نوجدها نطرحها من الـ total pressure راح نوجد قيمة الـ PB، لأن عادة الـ total pressure، total pressure هو شي يساوينا، يساوينا الـ PA زائدا من هو الـ PB. فكل قيمة أنا حصلتها من الجدول الـ PA وأنا عندي Total Pressure راح أوجد قيمة الـ PB. إذا الجدول العمود الأخ مو فقط عندنا Z و PA ضمن الجدول النوجدة حسابيا، وإنما راح نخلي أيضا من هو بصفة، نخلي
PB حتى نوجد قيمة الـ PB. على مود نرسم الكيرف الموجود بالأسفل واللي هو يبدي يصعد. هذا هو تفسير لميكانيكية ثانية لعمليات الانتشار بالنسبة للغازات. أرجو أن تكون قد استفدت من هذا الجزء من المحاضرة، وإن شاء الله الجزء الثاني والثالث من المحاضرة الثانية هي تطبيق لهذه النوع من أنواع الميكانيكيات من مادة الانتشار، وشكرا جزيلا لكم.